هلا هون عندك الافعال غير او الاسماء غير المنتظمه في عندك اسماء غير منتظمه في اللغه الانجليزيه يعني ما بزبط اني اضيف لها اس هون رح تلاقي انه في شغلات كثير جديده عليك والوزاره صارت تركز باسئلتها للتوجيه على هاي الشغلات اللي بتعتمد على الاساسيات مثلا لما اجي اقول لك شو جمع فش هي فش شيب هي برضه شيب فوت اللي هي القدم جمعها فيت توث اللي هو السن جمع تيث يا بيي هاي شو جابوا عليها اسئله child اللي هو طفل جمعه children man جمعها men woman جمعها women person جمعها people ومرات كمان بتكون persons اما ماوس اللي هي الفأرة فجمعها mice هذول والله معلومات حلوه انك تعرفهم من وانت صغير من الان عشان تشد حيلك في الماده تشد حيلك في اللغه الانجليزيه وتضلك متعلم هاي الشغلات فعندك هنا ماوس mice person people man men woman women children child children tooth teeth وfoot feet وشو كمان عندنا مرة كنت في حصة فبسأل الطالب بحكي لها شو جمع foot تحكي لي فتفيت فتفيت قناة الطبخ هاي كانت تيجي زمان يمكن بتيجي لحد الآن بعرفش احكوا لي بالله احكوا لي إذا بتيجي طيب هلا لما بدنا نحدد مثلا افرض انه انت عندك كتاب طب بدك تحكي انا عندي كتابين هلا بدك تحكي عندي كتب بوكس بس كتبين بتحكي 2 بوكس 3 بوكس 4 بوكس عندك مثلا قلم بدك تحكي عندي قلمين بتحكي مثلا عندي 3 بنز او 3 بنسلز او 2 بنز او 2 بنسلز عندي قلمين ثلاث اربع اللي بدك اياه فبتحط الحرف بتحط الرقم بعدين بتجمع ال